هلا 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 يا هلا دخلتك اليوم قربنا ال 2500 بعد اخوات ابو عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم متاخر عليك شوي انا. لا عادي عادي ميلس ميلسك لا يبا وكل الوقت لا يبا. شخ ابو عيسى شخبارك؟ الحمد لله يبا. شلونك؟ ان شاء الله بخير. شخبارك؟ شلون الاصداء؟ والله الحمد لله رب العالمين. صدق والله؟ والله ولا ميلس عن بطل. اي ربعك وجماعتك وزباين كوفي شوب شو يقولون عن اللايف؟ والله الحمد لله رب العالمين. شو يقولون عن اللايف؟ شلون الاصداء؟ مستانسين؟ اي انزين. يعني وانا طالع ذاك اليوم اي بس من هني للمحل اي زين سيد كان ويكند اي ثلاث سيارات طايفين علي. ابو عيسى مو ها ابو عيسى يعني ذاك بعد يعني اتوقع 2000 3 لايفات انا منطق مطقوق مطقوق. شوفوا له صرفه ذبحتنا ذبحتنا احنا نجاوب اول ناس والله العظيم. ف حلو يمكن عندنا 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 انا كنت اقول العام يعني وواجب علينا ان نوضح حق الناس مشكله الترتيب مال الكومنتات يا جماعه. يعني احنا يوصل تقريبا كم 4000 وصل 4000 5000 تقريبا وصل. فالترتيب الله يطول بعمركم حق كل شخص يمكن شوي يقول انا جاوبت اول واحد إيه؟ اول شيء بكم تعذرونا والله العظيم. اللي يصير هنا عندنا الجماعه والشباب في الكنترول اول كومنت يطلع عندهم على طول هم اللي يختارونه. فتشوف اول كومنت يطلع عنده غير عن اول كومنت يطلع في تليفون شيماء إيه؟ غير اول كومنت يطلع في تليفوني غير الاول كومنت يطلع عندك. فتشوف ساعات روحك انت اول واحد مجاوب سردي في قابله قير صح. يعني حتى ربعنا سولف وياهم اكونتات المزادات على سبيل المثال يوصل ساعه 700 600 واحد. فتشوفه يوقف السوم يبقى كان 20 ثانيه عندي ديلي. ليش الفرقيه مالت ال 20 ثانيه؟ يقول لك زياده ان انت انا عندي تاخير في الوقت فرق يفرق بيني وبينك يعتمد على الكونكشن يكون نفس السيف سايد 20 ثانيه زياده على ذي بعض السومات ما يقرونها. حلو حلو. فاعذرونا يا جماعه والله يعني قد ما نقدر وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب كلكم فايزين. وعلى فكره البث كله محفوظ. يعني احيانا الناس تسال مثلا هل البث محفوظ؟ اي نعم. إيه. طاقم عمل البرنامج مجلس زين الرمضاني كل بث محفوظ واحنا وايد نستانس امانه لما احد الفايزين يربح بجائزه ويفرح فيها والجوائز تم تسليمها. واليوم عندنا جوائز حلوه وجوائز كثيره ان شاء الله باذن الله. وعيسى الحلقات الجايه فيها كاش. ايش رايك في الخبر؟ وايد استانست ايه؟ والله العظيم وايد استانست ويعني حلو. ايه حلو. فرحه الناس حلوه. الكاش حلو. ايه الكاش حلو. الكاش حلو والله العظيم. خلينا نشوف الكومنتات هني ايه؟ الجماعه اقرا كومنتاتكم كلكم. لا مستحيل افوز العيس. لا يا يبا لا بتفوز. عليكم السلام يا مريم 300 يوسف. يلا بدا وان شاء الله ان شاء الله ماخذ الدنيا على عيله. ليش خلنا نسولف وياكم شوي. ما يبون سوالف يبون الجواز ابو عيسى والاسئله الفللي. اي والله الاسئله الفللي. يلا الاسئله فللي. على نص بيان انا قبل كم يوم يقولون لي زين طرش لنا الاجابات قبل. اقول لهم انتم ما تدرون ان حتى الجماعه هني ما يدرون ان احنا قبل ندش بعشر دقائق يسلمونا الكارد. هاي الكارد انا يعني استلمه قبل اللايف بعشر دقائق. وفلان مو راضي يوثق فيه. لا لا ما في ثقه ما في الله ثقة. ما قلت له انا الاجوبه جروب الميلس بس. اليوم احنا عندنا 8 فقرات من ضمن هذه الفقرات فقره المشاريع الصغيره والمتوسطه، عندنا فقره عيال الديره، وعندنا بعد اليوم 6 العاب 6 أو 5 العاب. نبتدي ابو عيسى مع فقره عيال الديره. نبتدي بس بقول لك اي علي كارلوس ونعم فيك وتاج راسي يقرا كومنتي اماي مجيب البلوشي منور ابو عيسى نور نوركم منورين منورين. فاطمه كفو كفو يا دارك. شيماء كشخه شيماء كشخه كاتبين له اه شوف اه كهوه عيني والله عيني والله. شكرا شيماء كشخه. شكرا الحمد تربل ناين. والله انتم اللي عيونكم كشخه. ابو شيماء كشخه من زمان. ابو عيسى بعد كشخه وميلسنا كشخه وزين كشخه. تسلمين لي والله يستاهلون كل الخير. متهاوش ويا اليوم الكواي انا بس بعدين عم اتفاهم. بعدين بنتفاهم مع موضوع الكواي. ريحتي نشم وانا داش من زمان ما حاطني نشم. لا الله عليك. ناخذ اول فقره ويانا لليوم. عندنا اتصال مع شخصيه رياضيه بحرينيه نقدر نقول انه محارب وانتصر، لكن بنسولف معاه اليوم عن جانب اخر وجانب جميل. محسن فالي مساء الخير. مساء النور.
هلا فيك، شو اخباركم؟ محسن تسمعني؟ اسمعك. الو محسن شلونك؟ مبارك عليك الشهر. الو محسن انا اسمعك، انت تسمعني؟ اي اسمعكم، اسمعك. محسن شو رمضان وياك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. رمضان زين، امورك تمام؟ كل شيء اوكي؟ الحمد لله احسن واحسن. الحمد لله. انا بس ابي اسالك سؤال وابي ادخل وياك في موضوع حلو. شلون شفت وقفه هل البحرين معاك؟ وشلون شفت وقفه شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه وياك؟ والله كفو عليهم، كفو. وقفه يعني وقفه اهل ووقفه اخو عود، والصراحة يعني وايد أحبهم صراحة، يعني نفس إخواني نفس أهلي وأنا ما تربيت معاهم ونصهم ما أعرفهم، بس الطريقة اللي وقفوا معاي وبير كايننس والطريقة اللي خلصوا الأشغال ومشوا كل شيء وخلوني أتعالج وأنا مرتاح، كفوا عليهم صراحة. الحمد لله. ما في مثل البحرين، ما في مثل أهل البحرين في الخليج كامل الصراحة، يعني this is my thought. ما قصروا، شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر أكل يومك يسأل وي ميك شور أم أوكي وما يقصر، وإن شاء الله بإذن الله نتشرف معرفة تجريب، ومن ذيك الأيام لليوم ما قصرت، ما قلت يعني وايد ساعدني الحمد لله وخلاني إن أنا آخذ من أحسن الأدوية وأحسن الأكلات. تستاهل كل خير يا محسن، مساك الله بالخير يا محسن، أنا خليتك تحكي وقلت عقب أسلم عليك. مساء النور حبيبي، شو اخبارك؟ الله يطول بعمرك ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك. ويعني احنا فرحانين مثل ما انت فرحان، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان شاء الله، والله يبعد الشر عن الجميع يا رب. امين. رمضان اهم شيء السنه، شلون وياك؟ مرتاح؟ الحمد لله، من احلى الاشهر ترى، من احلى رمضان. الله يدوم عليك يا رب. وياك يا الله يدوم عليك. الله يدومه، والله يرزقك الصحة والعافية والجميع إن شاء الله. آمين حبيبي، جزاك الله خير. حبيبي وأنت اللي جزاك الله خير، خليتنا نسمع صوتك ونتطمن عليك، وما نبي نطول عليك ونمللك، خليك باستمتع في رمضان واستمتع ويانا في اللايف. شكرا ما تقصر، الله يوفقكم. أجمعين يا محسن، أجمعين يا رب. أثر فيني هدوءته بالصدق. وايد يمكن حق الأشخاص اللي ما يعرفون محسن، معناه توقع الوقفة اللي صارت خلت البحرين وهل الخليج كلهم يعرفون محسن. اللي ما عرف محسن عرفه يمكن في هذه. أي والله العظيم. صح. محسن من اللي الحمد لله رب العالمين أنعم عليهم بالشفاء من مرض السرطان، الحمد لله، الله يبعد عنه ويبعد عن الجميع يا رب، ويبعد عنكم ويرزقكم الصحة والعافية يا رب. بطل يا محسن، وغيرك أبطال، غيرك أبطال. روحي يا شيماء عندك. يلا ندخل الحين في البرنامج في صلب الموضوع على قولتهم، ونطلع وياكم في الجيم الأول. ركزوا معاي في أول جيم ويانا في اللايف بيطلع الشاشة. هذه هي اللعبة، الجواب بناخذ منكم سواء أنا ولا أخوي أبو عيسى من خلال مستطيل الكومنتس. يلا عدولي المثلثات. ها ليه ما سألنا وحكت الجواب؟ دياية لا ما يصير، قول والله العظيم. وينة فوق قسم الله. دياية يلا اصبر الحين. اوكي الحين تخلي الدياية على صوب وعد لي المثلثات. المثلثات يا جماعة، المثلثات. كم مثلث ابو عيسى على الشاشة؟ كم مثلث؟ وايد رحتوا فوق يا جماعة الخير. انت مواليد كم؟ لا بعدين بيقول لا اكثر من هاي الرقم اكيد. والله العظيم اخاف تصغرين. لا والله حاشا اكثر من هذا الرقم. زين اوكي، مو وايد مع القهرب شوي. ها كم؟ 93؟ لا 200؟ لا 80؟ لا 150؟ رحت وايد فوق اخوي. اقل من 100 يا شبيب، اقل من 100 يلا عشان اي اقل من 100. ها
82 لا 88 لا الحين تسألت شوف الحين تسألتني مواليد كم اخذ الارقام اخذ الارقام والله شكلها مواليد هالسنه قط الرقم بس اللي كاتب 77 قاعد يجاوب دانا جاوبت دانا اكاهية دانا جاوبت الف مبروك يا دانا اجابتك صحيحه 87 مثلث الف مبروك تستاهلين يا دانا وعيسى تسحب الجائزه حق يا تامر 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 نقول بسم الله الرحمن الرحيم دانا يا دانا بسم الله شنو جائزتها وعيسى تستاهلين يا دانا تستاهلين جالكسي A32 5G حلو مو 4 5G مبروك يا دانا انا ماركتنج يعني مسوي عرفت يعني مو انه 4 انه 5 زين الحين 87 مو ماله شغل في مواليدك ها لا والله ماله شغل والله العظيم ماله شغل انزين اوكي انزين فقرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة طبعا هذه الفقرة عندنا اياها يوم وترك فقرة ثابتة نستقبل فيها مشروعين مشروع عندي ومشروع عند بعيزة المشروع الاول مشروع نسائي بحت يخص البنات يخص السيدات مشروع عبايات خياطة شغل عدل خلونا نشوف اللوجو على الشاشة يا جماعة الخير يا شباب باي ابليكي باي ابليكي هذه هو اللوجو موجود فوق تقدرون تدخلون عليها على الانستغرام وتشوفون شغلها والله يوفقك يا حبيبتي وتستاهلين كل الخير وتشرفنا بمعرفة حسابك من خلال برنامج مجلس زين الرمضاني انزين خلنا نشوف الكومنتات في مباراة اليوم بعد من ومن وايد مباريات يقولون اليوم ايش سالفة المباريات يوم وترك ما ادري وايد اللي قاعد يلعبون ما رجع يلعبون انزين الحين احنا نروح ايه الجيم الثاني الجيم الثاني انا اسئلتي بعد انا سهله كلش وايد سهله والله العظيم سهله وايد وشوف وايد سهله ما بطول عليكم انا لوجو بخلي برشلونه بيلعبون اليوم خلينا نخلص ساعه كم برشلونه عشر لا يبا احنا حارقين الجوائز قبل العشر بعيسى إيه ما في صيام ما في فيس برشلونه ايوه ما فلين طول العمر هاللوجو تبع شنو اتوقع في وايد ناس مجالهم هالسوالف صار الحين من سنتين ثلاث سنين هاللوجو تبع شنو كتبوا لي هذا اللوجو تبع شنو انا احس ان بيجاوبونه بسرعه صدق والله العظيم لان هذه انا وايد اشوف اللوجو انزين يلا خلينا نشوف الحين من الشاطر فستان تصميم لا كلش غلط لا مو لا لا اها شباب بيجاوبونه هاي سريع كنترول. هاي بيجاوبونه بسرعه ما شاء الله عطونا حساب الشخص الفائز انا لمحته يعني وينه حساب وينه ريالنا ريالنا او ابن اي ما يندره ثواني وعلى لحمة. الشاشه ام 5 اندرسكور السعيد اندرسكور 5 اثيريوم الاجابه إثيريوم. الصحيحه الاثيريوم هو اللوجو مال العملات الافتراضيه اللي نفس البيتكوين وهالامور هذه عمله هذه عمله من العملات الموجوده ايثيريوم ايثيريوم اليوم احنا بنسويها 1 تو 1 1 تو 1 يعني انا اسحب روحي يلا نسحب ونشوف شنو هي الجائزه ايش تتوقع صدقين اليوم انا ما ادري شنو الجوائز خاطري انا يكون تلفزيون اي والله يستاهل خاطري. يستاهل ما انا مراعي عملات وذي تلفزيون زي لحظه طلعوا لي بطاقتين للأمانة بس برجعهم وبسحب مرة ثانية ما تبين جائزة نعطي والله خاطري خاطري أوه جالكسي تاب A7 ألف ألف مبروك تستاهل 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 إنزين إنزين طولة العمر إيه أنا أحس إن أنت شنو تسوين الحين مدام برشلونة عاشر أيه. تسوقين الثالث يلا يلا الجيم الثالث عطونا يا كنترول الجيم الثالث على الشاشة الجيم الثالث حسبة رياضيات سهلة وبسيطة حسبي الله على الظالم حسبي الله على الظالم سهلة وبسيطة من فوق لتحت عندكم الأرقام عندكم الإشارات وتفضلوا عطونا الجواب ترى في ناس تجاوب في ناس تجاوب ما ادري شو السالفه في ناس تجاوب اول مره سؤال سهل ما عليه الاسئله بتصير سهله بس انا ها في ناس تجاوب قاعده
فوق المية ولا تحت المية أبو عيسى؟ لا 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 تحت المية. تحت المية. تحت المية. أنا بعد أقول تحت المية. صفر لا. لا. تسعة لا. أربعة لا. 45 لا. 15 لا. أنت خلك فوق 30 فوق 40 فوق 50 خلك فوق 50 خاطر أقول جواب خاطر أقول جواب. شنو الجواب أبو عيسى؟ لا تخلي يطلع الحساب أول. 66 طال عمرك. 66. الأكاونت وايد صعب ماله ريال. __.1y ألف تستاهل. مبروك 66 الإجابة. 66 تفضل أبو عيسى. زاد فاضلك يا طويلة العمر تستاهل يا اللي مستحيل أقول اسمك بنادين لأنه وايد صعب والله وايد مات اللي مستحيل ما أقدري تستاهل كل خير نقول بسم الله يلا يا سلام أبل ووتش اسئي تستاهل كل خير يا حبيبي ألف تستاهل ألف كل خير وصلنا 5000 فيو يا أبو عيسى ما شاء الله قريت شيء وايد حلو إيش قريت قال يبي لكم تسوون برنامج يا بعض التلفزيون بيصير هذه البرنامج اللي انت تشوفه بيصير والله حبيت صارقين بيصير الحمد لله رب العالمين أن كله خير من الله يا شوف قسوم قسوم أندرسكور 90 كله غش لا تظلم لا تظلم يوز ها يوز حرام. يوز والله العظيم ما كان شوفت عينك قسوم ايش دعوه يا اخوي يا جماعه يا جماعه يعني هاي الاسئله والاجابات نستلمها لما نقعد على هالكراسي ولما الكاميرات تتضبط علينا وياخذون كل وسائل الاتصال منا قبل الهواء ب 5 مينيت هاي الكروت عندنا اصلا انت ايش لحظه يعني هاي السؤال بتغشش من في واللي سلمك انا بروحي مفهم شلون الحاسب السؤال يطلع على الشاشه متى يمديني مو فاهم شو العزمة طلعت يا أخوي هي هو يعني جواب اليأس كله غشانة بالنسبة لي بس في ناس تجاوب يعني بيني وبينك أنا بعد أكون صريح وياك ايه يعني أنا بعد لو أنا داش لايف يعني مثلا أشوف شيء واحد ثاني بعد بكتب كذي ترى من الحق أنت نقرش أنت نقرش كله غشانة أنتم تقصون علينا أنا أسوي كذي والله زين طولي العمر يلا السؤال الرابع مكان يلا زين أبيك تقول لي اسم المكان المنطقة يعني اسم المكان والديرة كالمعتاد يعني بحط لكم الحين انا الصوره يا جمال الصوره يا وين جمال المكان الصورة. تبارك الله احسن الخالقين تخيلوا ان هذه بحيره في صحراء اي بحيره كذي في صحراء وهذه الابيض اللي دار مدارها ملح 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 طبيعي شوف الماي شلون ازرق ها مشي بوزج حنون وحده كانت بحق رفيجاته حلوه حلوه مشي بوزج حنون المالديف لا هاي صحراء هاي مو جزيره صحراء 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 القطب الشمالي لا خلي شتوب لي لا هاي الجواب فلذي لا وينه لا 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 اسبانيا لا حوار لا ملاحات السعوديه لا لا يا جماعه مو دوله عربيه مو دولة عربية اليونان لا الربع الخالي لا سيوة لا مو دولة عربية لا مو بالمغرب مو بالسعودية هولندا لا مو بهولندا مو بتركيا يا جماعة كتبوا لي أهم شيء المنطقة ها كالمعتاد المنطقة شخطة اسم الدولة عشان شنو حرام أن تكتبها على سطرين ويضيعون بين السطور ويضيعون بين السطور بعدين اقعد وين ندور اللي جاوب على المنطقه واللي أي. جاوب على البلده اوكي ها. احنا حن وصلنا حق في واحد كتب اسم الديره صح انا ابي المنطقه والديره والديره صح صح استراليا لا امريكا لا ماليزيا لا لا تركيا لا صارقين الدول اكثر من واحد كتب MM9972 فكر مرة ثانية عيد النظر في الإجابة حرام حرام اسم المنطقة بس كتبت غلط أذربيجان لا غلط أثيوبيا لا سالار التشيك لا مكسيكو لا لا عمان الأردن لا 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 يا جماعة مو دولة عربية نهائيا مو دولة عربية اثنين ما ادري ثلاثة كتبوا اسم الدولة صح أنا أبي المنطقة المنطقة والدولة هو أنت بتتعب على اسم المنطقة بس بتجيبها أنا عاد هاج أنت كنا السؤال الأخير بيصير عندك صارقين السؤال الأخير اختصاصي هاي أنا من الحين بحفظ ماي وجهي وبامشي ها ها انزين
علشان الوقت لا يدوهمنا ابو عيسى. انزين احنا الحين بننتظر اللي بيجاوب اسم الدوله صح. اوكي ها شباب، اي اسم الدوله اللي كتب اسم دوله معينه مو باوروبيه ولا عربيه يرجع يكتبها مره ثانيه، لان الحين خلاص بنختار اسم الدوله. تركوا اسم المدينه، ركزوا لي على الدوله، على اسم الدوله. يلا ومرت علينا، فالحين انا بارجع اخذها من غير المدينه. برتغال، جيبوتي، برتغال يعني ذاك الصوب. ليبيا لا لا لا، هو البرتغال يصير نفس يا مد الديرة يعني. إيه تقريبا ذاك الصوب، مو بيوروب، لا مو بسكوتلندا، مو بجابان. زين يا جماعة أنا حين ما بقول لكم روسيا لا، يونان لا. يا جماعة تبون أسهل لكم أنا؟ إي والله أنا بقول لكم اسم الدولة. لحظة لحظة لا 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 لا، تبين نقول اسم الدولة شيماء؟ زين إذا قلنا لا اسم الدولة سهل صج؟ يعني إذا قلنا اسم الدولة كأن زو المدينة. شيماء شوفي أنت معروفة عنش، أنت تساعدين وايد أساعد، بس ما اسم الدولة قولي. أقول اسم قولي الدولة قولي توكلي على الله. لحظة فيها حكتب بليز قبل أقول، أنا عندي في أحد كتب اسم الدولة، أقول الاسم، أقول تشيلي. أوكي تشيلي أوكي. الحين عطوني المنطقة بليز، أبي المنطقة. تشيلي صح، خلاص الحين إحنا انتهينا من الدولة. تشيلي عطوني المدينة. أنا مو بس كنت أساعدك تقول الجواب يعني بسهولة، اطلع جوجل اكتب تشيلي ومعلم على البحر وفي ملح طبيعي، ملح طبيعي وبحيرة في الصحراء، مفروض تطلع الإجابة. في ناس قاعدة تكتب. لحظة كنا في شيء غلط، غلط الصليين الثانية غلط. قهر، اللعبة تحرق الأعصاب وايد، بس صراحة والله ما يلومون. أنا نشف دمي، أنا بعد نشف دمي وأنا أنظر في هالإجابة. يا جماعة الخير، تشيلي قلنا تشيلي، لا غلط. أتاكاما هاي وايد تكررت. أتاكاما مو بأتاكاما، إيه صح لا. صح وايد تكررت بس مو بأتاكاما، لا غلط. تشيلي، سان بيدرو، لا لا, لا غلط. والله صارقين معنا يعني في من الحروف، ايه يعني ما ادري ايش سايفي روحي. انزين بسهل لكم، تشيلي وبداية اسم المنطقة سلار دي. يلا سلار دي، بس عطونا الكلمة الأخيرة. والله العظيم الكلمة الأخيرة تشيلي سلار دي. سان بيدرو أنا سمعتها في نتفليكس بس لا. أقول لك أنا هاي كلها مسلسلات. قربلوا ربعنا والله. لا قربلوا ربعنا. لا تشيلي سلار دي، وفي كلمة عقب بس. شو السالفة؟ شو السالفة؟ واحد كاتب لي كاريرا ما له شغل يا أخوي. مو خاطرك تشتري موتر شنو؟ ليش تسوي لي فيني كذي؟ أتاكاما وايد تكررت. أتاكاما لا، أتاكاما لا يا جماعة، أتاكاما لا. تشيلي سلار دي عقبها أول كلمة بالباء. يلا. إي بالباء. أتاكاما غلط يا جماعة. انسوا أتاكاما. انسوا أتاكاما. في احد كتب الاجابه، في احد. اوه الحمد لله، شفتها شفتها، رد الدم فيني. ما ادري شنو صار فيني فعلا، انا يعني تشنجت اعصابي. سلار دي بيدرناليس ام اندرسكور 7HXZ. ما شاء الله شلون في ناس يقدرون يجيبون الجواب. ترى صدعت من التركيز والاعصاب كذي صرت
وقصر عيني قال لي الاسئله اليوم سهله. وايد اسئله سهله، هاي مقلب ذي ابو عيسى. حاسبه رياضيات يقول لي. فهمنا الحطه، اذا قال لك اسئله سهله فهمها. اوكي ابو عيسى. بالضبط، اسئله سهله احنا شو نسوي؟ احنا مو بيايين لايف. احنا مو بيايين لايف. حلوه. انزين نسحب؟ نسحب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر جائزتين ها؟ ايه. وعقب في جيم واحد. تستاهل يا حبيبي ايفون اس اي، تستاهل وعليك بستين الف عافيه. تعب لا يستاهل تلفون. والله تعبنا هالسؤال. زين يلا عندنا مشروع ابو عيسى. عندنا مشروع. يلا نشوف اللوجو ماله على الشاشه. هيروز اكاديمي. اي اكاديميه رياضيه. حلو. عقل بيودي عياله اتوقع من اعمار 5 ل 15. إيه؟ من 5 سنوات ل 15. حلو. من كورة، من رياضة، من روحة وردة، أكاديمية، شغل مرتب، شغل محترم. وأنا أشوف أنت تهزين راسك شنو مفكرة؟ لا مفكرة وايد صراحة، لأن الوضع مال كورونا والقعدة في البيت مأساة، فطرشوهم. إي طرشوهم خليهم يقعدون. طرشوهم وابتكوا منهم. إنزين خلنا نشوف إحنا. بس إحنا. آخر جائزة عندي ها؟ خليها هني. نقولها؟ لا 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 لا. لا 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 تقول لي طليت انا طليت انت طليت تعرف صار انا اشوف اكو هي هذه اخر جائزة. حلوه 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 زين حلوه بخليها كاهي هني اخر جائزه نشوف الجيم نشوف الجيم يلا نشوف الجيم اخر جائزه كاهي في المخبه الجيم مثل ما تشوفونه على الشاشه مربع احرف صفوا لي جمله من هالاحرف اللي على الشاشه المشكله هي مو بجمله يا شيماء حتى انا عبالي هذه كلمه تخيلي كلمه واحده هاي طويله كلمه 24 حرف مثل شلونك يعني اي تخيلي يلا نشوف الحين من 24 حرف يعني هذه مش صار تقولون لي يعني شنو هذه الكلمه يا جماعه اوكي كلمه هذه الحروف من اطول الكلمات اتوقع اللي في العالم هي عباره عن 24 حرف صح اللي قاعدين تكتبونه بس كملة والجملة جملة مو بكلمة جملة اسم مدينة روسية اسم منطقة روسية يلا يعني تخيلي اسم منطقة من 24 حرف ما شاء الله انت من هالفريق بس ما تقول انت من هالفريق بس ما تبي تقول واستحي اقول انا ما اعرف اسمه واحد كاتب مع السلامة وشوبكها بعد ما ينلهم لا تملل بس تملل شوبكها لحظة لحظة من 24 حرف اخوي اكيد انت من هالفريق في واحد طقها تحسين؟ في واحد طقها والله كفو هذا فريج والله كفو اندرسكور فادو اندرسكور يا تستاهل سارونيز هستيبلي يفسكايا هاي فريجكم انا عارف بس ما نبي نقول بس ما تبي تقول انك من ذوك من الوي يبين مال هناك بس انت ما تبي تقول من الوي يبين انت تحب البحر والتان هاي في اي ديره؟ هاي في روسيا في روسيا في روسيا لا من الوي يبين طويل العمر هي كانت وايد سهلة ترى هي كانت شنو الحروف مو مخربطة يا جماعة هي كانت من صفحة. أول حرف لآخر حرف تكتبهم ورا بعض هذه هي اسم المنطقة ترى بقول لك هذه الألعاب تعرف من اللي جاوب فيها واللي يبها الكسلان أنا لاحظ أي اللي ما أبغى اللي يروح ذكي ويشتاط ما يوصل حق الجواب يطلع كلمات يحاول يألف من تحت تستاهل يا حبيبي آخر جائزة إيربودز برو عليك بستين ألف عافية تستاهلون كل خير ألف ألف مبروك وزي ما طولنا عليهم عشان اليوم يشوفون المباريات يبا يضبطون أمورهم خوش خوش ويايينهم عقب باكر اي نعم تستاهلون كل خير ليه قاعدين يجوف أنا أحب للربع يسولفون يا بعض مثل حنون ما في فايدة ايش قالت لها؟ هاي كاكتبات خلاص حنون كملوا والله العظيم سالفة لايفات كل ما نوصل عند حنون كلها على حنون خلاص حنون كملوا زين حنون حطي لنا باي هاي خلينا نشوفك اي شيء اي شيء فل الربع كلهم متجمعين في اللايف حلو اللي يسولفون يا بعض حنون وينك؟ لحظة توني داش لا اخوي تاخر لا وين يا اخوي وين وين لحظة توني داش تستاهلون كل خير حق اللي فازوا وعقب باكر بعد احنا موجودين الساعه 9 لازم من 9 ان شاء الله ل 10 بنحاول اذا ما في مباراه نخلص قبل بالضبط اي والله ولا قوه ونفس ما قالت شيء ما قبل شوي جوائز زياده وقلتي لي كاش وفي كاش ان شاء الله في الحلقات الجايه زين وايد زين وايد زين
وايد وايد. بس المهم الحين انا اذا طلعت انا يعني لحد شو اسمه مثل مسابقه، انا خايف انا شكلي بطلع جدي مثل مسابقه. اخوي عبد الله عيسى خلاص خلصنا يا خلصنا اخوي خلصنا خلصنا الحين انا بطلع الله يعيني في الشارع بيصيدونك. ادري كلها صايديني على بحيره الملح. ايه بيصيدونك بحيره الملح. ايه بحيره الملح مرور انت تفرفر مني يعني وايد سهل يوصلك. ولو سهل يعني ما يبي لي شيء. ايش هالسؤال؟ قال لي انا عياست وياك. يقول لي من العام انا والله حاطها في قلبه علوي. اسمع علوي والله علوي اندرسكور 96. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلكم فايزين باذن الله الواحد لحد. حاط الاسئله دورس في الفضاء يس ومعقد. اللي حاط الاسئله معقد شوي. وانا قلت له جيم ما جيم ما يفيدك اذا صادوك برا ترى. ما نبي نطول على المتابعين. اي والله خلاص. ان شاء الله موعدنا وياكم عقب باكر باذن الله. عندنا اسئله حلوه وجميله. صب لك قهوه. وي دلدولثه شلون كذي؟ شلون يبا؟ طلع لك انا من ورا جسمك. عطني قهوه. فنيو اسبريسو بس عطني قهوه. المهم احنا نشوفهم عقب باكر. اي خلاص خلاص عقب باكر. قواكم الله يا جماعه. باي باي. وبرز روحكم الجوائز وايد اليوم. مع السلامه. سمي سمي باليمين. شكرا لك. حاضر لك حاضر لك. السلام عليكم. ليس لي أجلك ولا لأجل العالم الذي نفدا صبره الذي نفدا صبره ولا المدارس التي نفدت تلاميذا ودفاتر وحبره ودفاتر وحبره ولا توصيات الأطباء والخبراء وقراء النشرة. ليس لأي شيء من هذه القضايا الكبرى. لأجلي هذه المرة لأجلي أجرني من الحوز بشكة إبرة. لأجلي هذه المرة لأجلي هذه المرة لأجلي هذه المرة أجرني من الحوز بشكة إبرة. أرأيت أحدا يحرم عيش عمره؟ أنت جسري فكيف أعبر دونك الطيف الأخرى؟ أنت صبري فكيف أنجو من الغرق دون سترى؟ أنت عمري أنت جسري أنت صبري أنت قدري والله لما فماك بي كان أدرى. أنت سري فأين أخبئ ما لا أطيق به جهرا. أنت باقي فلا تؤذني لا تؤذني قيد الشعر. أنت قدري أنت سري أنت باقي. لأجلي هذه المرة لأجلي هذه المرة لأجلي شكتي.